أشعر في بعض الأحيان بالضيق والاكتئاب، فما سبب ذلك وما العلاج مأجوري؟ السبب لا أستطيع أن أعرفه، لأن أسباب الاكتئاب والضيق متنوعة، ولكن هناك شيء واحد ينتفع به المرء، وهو أن يقول ما جاءت به السنة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه واحدة. الثاني أن يقرأ حديث ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإن هذا من الأدوية الناجعة المفيدة. وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله ارتفعت عنه الهموم والغموم. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينبغي للإنسان أن يكثر من الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصباح والمساء. وأكثر ما يضر الناس في هذه الأمور الغفلة عن ذكر الله وعن الأوراد الشرعية. نعم، أحسن الله إليكم.